تشرفت بأن أكون أول السفراء لملف قطر، الملف الذي كان واحد من أهم الملفات ليست لدولة قطر، ما أنا كنت أمثل دولة قطر ولكني كنت من المملكة العربية السعودية كأول سفير. لكن دولة قطر كانت تبحث عن تنظيم كأس العالم ليس فقط لمصلحتها، إنما كانت تبحث لتنظيم كأس العالم للمنطقة، لإثراء هذه المنطقة، لإعطاء هذه المنطقة المزيد من إتاحة الفرصة المزيد من الشباب، لأننا نعرف أنه تنظيم كأس العالم حدث كبير في هذه المنطقة، إنما هو تشريف، إنما هو إعطاء فرصة كما أعطيت باقي الدول في العالم، سواء في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو حتى في أفريقيا. فهذه ستكون أول ظاهرة تجمع في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط نحن شايفين 350 مليون نسمة، وهذا عدد كبير، أكبر عدد ممكن نشاهده في أي مكان نظم فيه كأس عالم على مدى التاريخ. أنا عنوان اليوم كان كن مستعداً، لأن دائماً الشباب يطالبون بالفرصة، ودائماً يعتقدون بأن الفرصة لا تأتي للشباب، وأن المناصب والفرص دائماً هي حكر على من هم أكبر سناً. لكن أنا أعتقد بأن قبل المطالبة بالفرصة على الشباب أن يكون مستعداً لهذه الفرصة، لازم يطور من نفسه ويكون جاهز لما تأتي الفرصة. إذا هبت رياحك فاغتنمها. الشباب لازم يكون جاهز لهذه الفرصة، مش فقط يطالب فيها. المملكة دائماً لها خصوصية بالنسبة لي لأسباب كثيرة. واحدة من أهمها أن أول مشاركة دولية لي كلاعب تنس في سن 12 سنة كانت في الرياض، في الصورة اللي أنتم تشوفونها في المملكة العربية السعودية. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في عيون الناس أمطار. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في عيون الناس أمطار، وتشتهي العين تشتهي العين منكم منظراً حسناً، أنكم في عيون الناس أقمار. أنتم حياتي، وإن شاهدتكم حضرت، وإن تغيبوا تغيب الروح عن جسدي. لا 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 لي لا 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 لي لا لا لي وداني ودانا لي دانا داني ودانا لي دانا داني ودانا لي دانا داني والنور وبانا أشرق النور وبانا. مرحبا بمن أتانا أيها الزائر، أهلا لك في القلب مكانا. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا
أشرق النور وبانا. Thank you.